السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيصل فيصل وصل معاكم اليوم، جايب لكم مقطع بسيط حق لعبه سيلفر بلان 2، ومعاي اخواني فهد وعبد الله ويا محمد. صح؟ فاليوم نوريكم محل اشتغلنا عليها، اشتغلنا عليها كلنا وساعدونا فيها الشباب. ممكن على السريع الحين هذا الاستكيارات خرابيط، حاطين هنا طاقات ونزله كانت تشتغل في شعر. ني واحد قلنا روح فوق، طبعا صوت كنا نحطه هجل صوتي وركب على الالي الصغار. هاي سيارتك اللي هني، ني راح نسوي نقزات، هاي سيارة سويناها. هذا رجل الالي يعدي النار، هذا الزومبي انا مسويه. شوف شوف زين، وهذا اللي قلنا روح فوق روح فوق. هذا الحاكم يهنئنا بالفوز. هذه المرحلة كلها كاملة، الحين بنجربها ان شاء الله ونشوف شو يصير. لقد فزتوا بالمرحله. بسم الله نجرب. تهانينا تهانينا. يلا الحين نجمع مرحله ان شاء الله تضبط معنا وما تعطينا 1-0. يلا يلا اصواتي باللعب مشكله. هذا الاول. هي يلا اكلك دي يعني اوريكم الصور والاشياء الكويسه. هذه اللي يصير اللي اقول لك ني راح نركب الطراد. عرفت شلون ورينا الطراد وشو العدل؟ اكل الطراد اكلك انت 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 مش كويس. شيء تعب تعب تعب. اكبر اكبر يلا اكلك انا بوقف فوق. شوف ايوه انت 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 خلنا نطلهم. تعال شوف حويل طلع. يلا يا فهد تطلع. بس مش كويس. مشكلة. هذا شنو؟ الحين نركب السياكل ونشغل السياكل. لا لا كل اثنين بسيكل. اطلع اطلع. خطة احنا مسكين. اطلع اطلع اطلع. اطلع اطلع. وش كذي؟ مشكلة مشكلة. هاي فيل صغير. يلا وش انت قاعد تضحك؟ يكتب شيء يكتب شيء. اقول نطق تكتب. يلا اكتب اكتب. شنو؟ شنو نلعب محل الحين؟ ها زعل. شو ما تزعل مسكين. خلاص خلاص. لا 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 فهد. لا 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 لا. عقلك راضينا خلاص. يلا اكتب. حط لنا خال. تقول كتب هذا. صعب. النقزة الصعبة يعني. خلنا ننقز. يلا. شوفوا مو مصيغة دوات. تكفوا مصيغة دوات. لا مصيغة دوات. الغدا وشرب هناك نحاش. واحد مع بعض مع بعض كلنا مع بعض. وصلت. انطر انطرني. تعال جاي جاي خلنا نطلع انا. يلا انا الوحيد. يلا يلا شوي شوي الحين شوي شوي يمدينا. لا تهدى الا نهدى مع بعض ما بعض ما بعض. خليه خليه. يلا امسك الخال. يلا عقلك امسك. اطق اطق اطق. يا الله يا اطق. تعال تعال انا اكلك. ولا حد غد غادي واكم. شوف لا انت انت لا اصبح حتوف ما بعد ما بعد. أيوة. شوي 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 شوي. هذا واحد في واحد وراه يعرف ينقز. ما هي صعبة. يلا انقز. هدوا. اوه كمله 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 واحد. كمله كمله. الحين هاي الحركة شوفوا صعبة يا شباب. يقعدون يمشون على النار. خلينا نمشي على النار. ولا ولا ولا. زين. عقلك. الحين يطلعون. عقلك. يا الله الحين بنرجع يسوق. اكيد محمد قاعد يسوق ولا شيء. بهدلهم. مش عارف. اوكي بكره فهد بياكلك الوحش اللي قدام. ايوه. هذا اكلك. اوكي اوكي معاه. ايوه صح. بس مشكلة. انا ياكلك الوحش اللي قدام. اقول باكلك. ما تسمع. تعال تعال. اكلك. دوسه دوسه. اي طيب. يلا روح فوق فوق الحين. يلا خلنا بعد فوق. خلنا نروح فوق. دي بالكم ان شاء الله تضبط ان شاء الله تضبط. بسم الله بسم الله بسم الله. روحوا يلا.
حد ما راح. زين تقوى تقوى. حلو 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 حلو. تعال 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 يا حلو. هذا الحاكم الطيب. ايش اللي حاط لنا وايد نافوره تري انت؟ ايه وزه حاط لنا نافوره وباب خربان هاي علينا انت. هاي كانت نهاية حلقة اليوم شباب. اتمنى تكون نالت اعجابكم. لكم حلقة بسيطة اشتغلنا عليها. الحين بس ناخذ تقايم الشباب عن المرحلة. طبعا يعني انا اشتغلت اكثر من مرحلة لكم ساعدوني فيها. هم ضبطوا لي، كان فيها خرابيط وما ضبطوا لي اشياء. الحين شباب نبي تقييمكم. تعال 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 تعالوا تعالوا الى هنا. تعالوا نتجمع. يلا تعالوا نتجمع. اكفو اكفو قعد كفني. يلا عطنا تقييمك حق المرحلة من 1 ل 10. يلا كل واحد حط تقييمه. يلا خلينا بسم الله بسم الله بسم الله. شو تقييم عالي شو تقييم وطالع علي. يلا وطالع توقع تقييمي 10 من 10. اول مره اسوي محل على فكره. عطني 10 عطني 10. انا صديقك والله صديقك انا. بسم الله تقييمك عشان المشاهدين يستانسون. تقييم عالي. شنو والله وش كويس. لا 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 طق اخر. يلا بس خلاص هاي نهاية حلقة اليوم شباب. اتمنى تكون تجاوبكم. بكتب شنو هذا. عطني تقييمك يلا شجعني انت. خلني اسوي محلة مرة ثانية. شنو بس لا بس يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم باي. شنو تعطيني التقييم مش كويس؟ ليش؟ ليش تقييم مش كويس؟ زعل عليك يعني شاب التصوير تشجعني شوية.